مستمعة تقول أم عبد الرحمن، تقول شيخ صالح: فضيلة الشيخ، لقد اعتمرت وأنا حائض ولم أطف، ولكني غادرت مكة ولم أنتظر حتى أطهر ثم أطوف، وتكرر ذلك مني 3 مرات. تقول لقد اعتمرت وأنا حائض ولم أطف، ولكني غادرت مكة ولم أنتظر حتى أطهر ثم أطوف، وتكرر مني ذلك 3 مرات، وكان ذلك جهل مني، ولكني بعدما علمت بالحكم وقيل لي يجب عليك قضاؤها كل واحدة على حدة قبل أن يعقد نكاحك، وإلا كان نكاحا باطلا. وحيث أننا نقيم بعيدا جدا عن مكة، فنحن نقيم في منطقة بعد أبها، هل يجوز أن نقضيها بإحرام واحد ويكون القضاء قضاء للطواف أم بالعمرة كاملة؟ أرجو من فضيلتكم التوجيه، جزاكم الله خيرا. أنت باقي على إحرامك بالعمرة الأولى، أما إحرامك بالعمرة الثانية والثالثة أو ما بعدها فهو إحرام غير صحيح، وأنت لا زلت في العمرة الأولى وهي باقية عليك ولا زلت محرمة بها، فعليك الرجوع إلى مكة وأنت طاهرة من الحيض، والإتيان بالعمرة كاملة بطواف وسعي وهو تقصير من رأسك، وبهذا تخرجين من النسك وتعذرين بالجهل الذي حصل منك في هذه الفترة الطويلة إن كان حصل منك مزاولة شيء من محظورات الإحرام. وما دمت لم تتزوجي حتى الآن، الحمد لله لم يحصل ما يبطل العمرة ويفسد العمرة الأولى، فعليك أن تفعلي ما ذكرنا لك، وعقد النكاح لا يصح إلا بعد أن تأتي بالعمرة التي ذكرناها التي أحرمت بها أول الأمر وأنت حائض، فإذا فرغت من العمرة فإنه يجوز عقد النكاح بعد ذلك لأنك تحللت من الإحرام. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كون عقد النكاح لا يصح لأنها محرمة أم لأن العمرة دائما عليها شيخ صالح؟ لأنها محرمة. الله المستعان. والله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج والعمرة حج أصغر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام والعقد والخطبة والمباشرة وغير ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: في المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من أن ينكح أو ينكح، بمعنى يعقد النكاح لنفسه أو لموليته وهو محرم، فلا يصح.